أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مع الناس. أيها الأخوة، مرة أخرى أشكر كل الأخوة والأخوات الذين يوالون اتصالاتهم الهاتفية ويبعثون إلينا برسائلهم يثنون فيها على هذا البرنامج وعلى مضمونه وأهدافه. وفي الواقع نتمنى أن نكون دائما عند حسن ظنكم جميعا وأن نصل بهذا البرنامج إلى المستوى المنشود إن شاء الله. أيها الأخوة، موضوع هذه الحلقة موضوع حيوي وهام. فالواقع أن قيادة السيارة فن، وهناك من يتصور أن قيادة السيارة بسهولة، لكن نقول أنه هذا الشيء ليس بالأمر السهل، وينبغي على قائد السيارة أن يتمتع بالقدرة وأن يحصل على رخصة قيادة تخول له القيادة في سبيل المحافظة على سلامتي وسلامة الآخرين. موضوع هذه الحلقة عن رخص القيادة، ومع المرور والذين نلمس منهم دائما تجاوبا كريما وحرصا دائما على سلامة الآخرين. يسعدني أن يكون لقاؤنا مع رئيس قسم الرخص في دلة في الرياض المقدم أحمد عبد الفتاح جريدان، ونقول لك حياك الله وأهلا وسهلا، وهذه فرصة طيبة. الله يسعدك، شكرا. مقدم أحمد، الحقيقة كمدخل للبداية ودنا نعطي السادة المشاهدين فكرة عن هذا القسم والدور الذي يقوم به. في الحقيقة قسم الرخص، رخص القيادة في مرور الرياض وفي مدرسة تعليم القيادة، مهمتها إصدار رخص القيادة الجديدة لمن يعني يريد إصدار رخصة قيادة. بالنسبة للإخوة السعوديين وإخوة مجلس التعاون، وبالنسبة للإخوة المقيمين، وبالنسبة أيضا للإخوة المقيمين اللي لديه رخصة قيادة ويريد رخصة قيادة سعودية، إصدار أول يذكر أو إصدار جديد. وطبعا لتصاريح القيادة لمن هو مستحق، لمن أتم 17 عاما برضو يحق له أن يحضر على تصريح لمدة عام، وبعد ذلك طبعا بموجب الاختبار والهذا بعد عام من الآن يأخذ رخصة قيادة بعد ما يستحق السن النظامي. وهو طبعا نهاية اللي هي الآن بنعطي مواليد 90 اللي هو من أتم 17 سنة في شهر 7408 يستحق رخصة القيادة، فطبعا يحول إلى رخصة قيادة. نعم. طيب مقدم أحمد، وش المراحل اللي يمر فيها طالب رخصة القيادة إلى حين يحصل على هذه الرخصة؟ طبعا بالنسبة للإخوة السعوديين الآن بموجب بطاقة الأحوال أو البطاقة الشخصية، هذه الآن سهلت كثيرا على عملية فقط أنه يحضر البطاقة، صورة البطاقة وأربع صور شمسية وفصيلة دم. وطبعا بالنسبة للإخوة السعوديين فصيلة الدم تكون من أحد المستشفيات العامة اللي هي المستشفى العسكري أو التخصصي أو المستشفى المركزي بالشميش، ويحضر إلينا الأوراق هذه مع أربع صور شمسية غير ملونة الحقيقة أو غير بلورايد، الصور الرسمية العادية هذه. وبعد ذلك يراجعنا في الاستقبال هنا، يقدم أوراقه الثبوتية بالنسبة للشخص المستحق لرخصة القيادة إذا كان من مواليد من أتم 17 سنة، عفوا بالنسبة لرخصة القيادة من أتم 18 سنة، يعني داخل في واحد يوم في 19، ويقدم أوراقه في الاستقبال، يتأكد طبعا موظف الاستقبال بالنسبة للسن وبالنسبة للأشياء المطلوبة، ويحال طبعا إلى كشف النظر عندنا هنا، يجي يكشف نظر، بعد ما يكشف نظر يكمل الإجراءات الثبوتية إذا إنه لائق من ناحية طبية، يحال على طول إلى مدرسة تعليم القيادة على أساس إنه يدفع الرسوم المطلوبة، وهي 100 ريال بالنسبة لمن يريد رخص القيادة بالنسبة لإخوة السعوديين، وبعد ذلك يحول إلى حصة مسائية في نفس اليوم من الساعة 3 إلى الساعة 6، يأخذ فكرة مبدئية عن كيفية الاختبار ومعلومات عن موضوع الإشارات وما الإشارات والكذا والأشياء دي، وفي اليوم التالي على طول يتم اختباره بالنسبة للميدان، في نسميه الميدان الفوري اللي هو الميدان الغربي لمدرسة الفوري. نعم،
وبموجب طال عمرك إذا استحق أنه في يختبر على الجولة وعلى تلبيقة السيارة كيفية وقوف السيارة، وإذا نجح طبعا بيتم استحصاله على رخص القيادة في نفس اليوم، لأنه من الساعة 7:30 نبدأ إحنا نختبر مبكرين لعملية تسهيل عملية المراجعة والكذا في نفس اليوم، يعني إلى قبل الظهر، وبعدين عاملين فترتين لاستلام الرخص، من أحضر وقدم أوراقه مبكرا الساعة 7:30 أو 8:00، الساعة 10:00 إلى 10:30 ممكن يستلم رخصته، والشخص اللي يأتي بعد هذا الوقت الساعة 1:30 أو الساعة 2:00 يستلم إن شاء الله رخصته. جميل. شكرا مقدم أحمد. نعم. هذه بالنسبة للإخوة لما أخذ السعوديين. السعوديين. نعم. بالنسبة للإخوة دور مجلس التعاون. مجلس التعاون. بالنسبة للإخوة المقيمين اللي لديهم رخص قيادة من بلدهم، فطبعا يعاملوا بمعاملة الفوري فقط اللي هم نفس الإجراء بالنسبة، بس طبعا بالنسبة للإخوة مجلس التعاون فمطلوب منه طبعا الأوراق الثبوتية اللي هو الجواز السفر وكذا وهذا، وبالنسبة للإخوة المقيمين التعريف من الكفيل وصورة الجواز والإقامة وإحضار أصل الرخصة اللي من بلده، وبيستخدم نفس الطريقة يحول على الفوري وكذا وهذا. هذا بالنسبة لمن لديه رخصة قيادة، أو بالنسبة لإخوان السعوديين ومجلس التعاون اللي يرغب في استخراج رخصة قيادة. هذه الدورات الفورية. في طبعا دورات طويلة الأجل لمن لا يحمل رخصة قيادة بالنسبة لإخوان الأجانب، أو لمن لديه رغبة بالنسبة لإخوان السعوديين أنه يستمر مثلا، أو ليه رغبة أنه يدرس مدة أطول. فهذه دورات نسموها دورات طويلة الأجل، وليها طبعا ترتيباتها الأخرى. جميل. طيب مقدم أحمد شكرا الحقيقة، وأنا ودي الأخوان واجد الآن ويمكن عندهم ملاحظات وعندهم أسئلة، معلش تفضل. حنستمع إلى ملاحظاتهم وحنشوف وش عندهم ملاحظات. مساك الله بالخير، كيف الحال؟ الاسم الكريم؟ اسم مطلق بن مذكر بن عبد الله السبيعي. مطلق بن مذكر بن عبد الله السبيعي من أهل إيرانية. ونعم. نعم حالك. معك ملف؟ معي ملف. تأخذ رخصة؟ جاينا جدد رخصتي من رانيا. من رانيا رخصة عمومي. 1000 كيلو. نعم. وشلون الشوف؟ الشوف الحمد لله جيد جدا. جيد جدا؟ جيد جدا. تحكم عليها أنت كذا؟ نعم. كشفت؟ نعم. يقولون الشوف ردي. هات بارود وتشوفون. بارود. ارمي الشارع فيك. نعم. اشكر. وش سويت انت طيب؟ وش سويت؟ سويت اجراءاتك؟ انهيت اجراءات التجديد. والحمد لله وكل شيء ميسر جدا. ودفعت الرسوم؟ ودفعت الرسوم. ما انتهت الرخصة؟ لا انتهت، والحين مجدده ل 1410. عليك غرامة؟ لا ما في غرامة، في رسوم تجديد. مجددها يعني؟ تجديد بس. ما مضى عليها شيء؟ إلا مضى عليها. مضى عليها كم يوم؟ مضى عليها سنتين. لا بعد انتهاءها ما انتهت؟ أبدا توها. ما انتهت. جديدة. نعم. الشوف زين؟ والشوف الحمد لله كويس. كشفت يعني؟ كشفت. ترى مقدمة معنا. الدربير ده أنا يقرب لكل شيء. الدربير هذا؟ إي نعم. مو بالدربير هذا. وش هو؟ شوف البعيد. ناظور أشوف. أشوف البعيد والقريب. شرايك مقدم أحمد؟ شوف نظره كويس؟ والله أحق الهدف. ها؟ أحق الهدف جيد. وش تسوق؟ أسوق كل أنواع السيارات. لا الحين معك سيارة كبيرة؟ الحين معي سيارة. سيارة صغيرة جمس صغير. جوارك ما أخذ رخصة عمومية؟ هذه سابق ما أخذها بالاختبار طالما. إيه. يعني اختبرت. هي طب. من متى ما أخذ هذه؟ تقريبا عام كم؟ عمل عام 81. من عام 81. إيه نعم. وشلون شايف الإجراءات في المرور؟ الإجراءات ميسرة جدا جدا. إيه. ومن أحسن ما يمكن. إيه. على قدر الإمكان، بس أشكر التلفزيون السعودي على إتاحة الفرصة للتحدث وإعطاء إبداء رأي في هذا المجال. بس ما أعطيته مسيلة. أعطيه رأي الحين. طيب. وكما أرجو من الإدارة العامة للمرور أن تلفت النظر إلى مدينة رانيا في وسط ما بين الجنوب ونجد. لا إحنا بالغربية ولا الجنوبية ولا الوسطى. في منطقة تبعد 1000 كيلو من هنا. ونرجو أن يشملنا العطف بإتاحة فرصة وإعطائنا قسم مرور يخدمنا ويخدم جميع المواطنين. ما عندكم هناك في رانيا مرور؟ عندنا مرور. ايه. وأنا جاي من رانيا 1000 كيلو وعطل عملي عشان أجدد الرخصة. وجددتها؟ كذلك عندنا نقص. ايه. في الاتصال بالقرى المدن. ايه. من رانيا. عشان لا عندنا من يجدد الرخصة. ايه. ولا من يجدد الاستمارة ولا من يزبط المخالفة إلا بواسطة مرور الطائف. يجينا منتدى بيوم يوم يعني ياخذ المخالفه، ولكن ما يخدمنا بشيء. ما خدمنا بشيء، لكن لو اتاح الفرصه لنا وهيو لنا قسم مرور حتى لو منتدى، لو 3-4 انفار منتدبين صح يخدمون الوطن. عسى ما انت عمرك خالفت
ابدا. ما عمرك في حياتك خلفت؟ قد يكون اني خلفت ما حد شافني. ها؟ ما حد شافني. ما حد شافك؟ ما حد شافني. لكن خلفت يعني؟ يعني يمكن مرتين. عشان ما في رانيا. انا في رانيا ما عندي مرور. لكن في الرياض؟ لا في الرياض متحفظ. متحفظ؟ انما في رانيا ما عندي مرور ولا عندنا اشارات. لذلك تخالف. يعني تصدم ساعه لان ما في اشاره. طيب. لا المقدم يمكن احمد ما يعني ما ادري من الناحيه هذه يمكن هذا المسؤولين في المرور الان استمعوا الى مطلبك واعتقد انهم ان شاء الله هم مهتمين في تحقيق الرغبه هذه. مدينه الطائف وبلغنا مرور لا ان شاء الله المسؤولين ولكن عاد ما نقدر نوصل المراجع بس اياي وياك من المخالفات والله اذا جاء عندنا مرور ما نخالف ترى يسحب هذه المقدمة بدون ما دام ما عندنا مرور إيه؟ يسمحوا لنا اذا نجي عند لان مو بحاضر مو بحاضر عندنا لا بس بتضر الناس بعدين لا ان شاء الله لا ضرر ولا اضرار إيه؟ يعني قطعت الخط إيه؟ وقفتنا على الرصيف مين خالف؟ ما بي احد ما عندنا احد في المنطقه اللي احنا فيها لكن إيه؟ هنا ما يحتاج هنا ما تقدر لا ما نقدر الحين خلصت الحين خلصت الحمد لله وقع على المقدمه وقعها كلها مو خاصة بس بعقب المخالفه هذه ما يبي يسحبها مره ثانيه لا يسحبها لو خالفت عندهم ها لو شافوا لا شك انه بالنسبه للاخوان المواطنين هم في الدرجة الأولى طبعا كلنا مواطنين إن شاء الله صالحين والمواطن هو طبعا يعد رجل أمن ورجل مرور سواء وجد المرور أو عدم وجود المرور وعملية عدم وجود بالنسبة للأخ فطبعا هذا إن شاء الله أتمنى أنه يكون في وازع داخلي في أي مكان من ناحية التجديد ونقل الملكية والرخص وما يشبه لها وهذه ظهر انها الحمد لله الدوله ما قصرت ما في شك ما قصرت ادت والمرور ان شاء الله الآن والمرور ان شاء الله انه ما يقصر كم عمرك مطلق؟ عمري تقريبا فوق الخمسين اللحيه بيضاء؟ تقريبا اي اذا ما اعرف انا خبري من العب مع البزران قبل الحين؟ اول اي وخمسين سنه بس؟ 52 كذا زدها شوي لا ما اقدر بيشوف التابعيه بعدين لا تشوفها بس خلاص شوف التابعيه؟ لا بيني وبينك شكرا مطلق شكرا موفق ان شاء الله تفضل تفضل هذا عليكم السلام مساك الله بالخير عبد العزيز سعود الشيد هلا عبد العزيز وش جاي اليوم تاخذ رخصه والله انا قدمت يوم ربع الساعه 9 وعدوا لي الساعه 2 استلم الرخصه طيب اللي حصل يوم جه الساعه 2 قال والله ما عندي يوم السبت قلت يعني مو معقول اجلس الربع والخميس والجمعه بدون رخصه اعتبر زي اللي ما يحمل رخصه لا تجديد انت جاي ولا تجديد تجديد ايوه اللي حصل قلت ابغى ورقه من المرور على اساس يوم الربوع والخميس الجمعه لا قدر الله يصير حادث لا سمح الله يصير مخالفه غير مقصوده طبعا المرور بيجازيني كاي شخص ما يحمل رخصه قياده نعم طلبت من الاخوان قالوا والله احنا ما نقدر نعطيك يعني تقدمت من الاربعاء واليوم احنا بنسجل برنامج يوم السبت والى الان ما اخذت الرخصه وهي تجديد هذه ملاحظه جيده تفضل يا والله بالنسبة يا طول عمر أحيانا بيصير أشياء يعني بعد ما يسلم الأخ المراجع يكون أشياء عليها ملاحظات بسيطة طبعا ما نقدر نصدر الرخصة إلا تكون يعني ما عليها نواقص وما عليها أي ملاحظات وأحيانا أخرى يكون عملية الكمبيوتر أو النهايات الطرفية اللي بنعمل عليها يعني يصير عليها التوقف مفاجئ نعم طبعا الان عمليه الاصدار اللي زي ما انت عارف اللي عن طريق بطاقه الاحوال وبطايق الاحوال طبعا عمليه يعني بتحصرنا في عمليه استمراريه الارسال بالنسبه لعمليه تخزين المعلومات بالنسبه للشخص اللي يراجع بطاقه الاحوال فهذه طبعا ما نقدر نصدر رخصه الا لما تكون الاجهزه كلها متكامله ومتوفره بالنسبه للاخ بملاحظاته انه يوم الاربعاء مثلا لظرف ما مثلا حصل تعطيل لعدم استلام الرخصه فطبعا من واجب انه يراجع المسؤولين في الدرجه الاولى انه الشخص اللي في الاستقبال او كذا ربما ما يكون عنده صلاحيه لاعطائه مثلا اشعار او تصريح مؤقت الى حين مثلا استلام الرخصه. فانا ارجو انه لبه اي انسان اي ملاحظات تصل الى المسؤول فطبعا حيجد لها ان شاء الله الحل المناسب لهذه المشكله. انا كلمت النقيب الموجود المسؤول عنه قلت ابغى تصريح من عندك؟ قال والله انا ما عندي سلطه اعطيك تصريح. هو صحيح ملاحظتك انك طالما سلمت الرخصه يفترض انه يعطونك تصريح نعم. مؤقت الى حين حصولك على الرخصة هذه اعتقد انها ممكن تتحقق هذه على اساس يبدا اشعار انه المذكور مثلا ملفه باقي لدينا الحين وحدد طبعا مده بسيطه جدا جميل مقدم احمد انا شايف مجموعه من هالشباب نبغى نشوف الشباب هذول تفضلوا
تعرف على الاسماء. ناصر المجيب. ناصر. سليمان الدخيل. مرحبا. تفضل. والاسم فهد العتيبي. مرحبا. كم عمرك انت؟ انا 17 سنه. 17؟ اي نعم. ما يحق لك تاخذ رخصه؟ لا ترخيص. بطلع وتاخذ ترخيص. والاخوان 18 17 18 18. اي نعم. يعني تاخذ رخصه ان شاء الله. والله انا قاص بس جاي مع الرجال يعني. بس تسوقون الان ولا بدون ما معكم سيارات؟ لا والله لسه ما تسوقون. إيه. ها ناصر. لا والله ما اسوق انا. اكيد اكيد. هنا طيب وش انتم شايفين من الاجراءات؟ شايفينها كويسه المرور؟ والله كويسه مضبوط. ولا عندكم ملاحظات بدكم تقولون على المقدم احمد؟ لا والله الامور ماشيه ومضبوطه تمام. ها اي تمام الامور. مو معطينك ترخيص؟ لا يبعطوني ان شاء الله. مو معطينك؟ لا ان شاء الله يعطوني. يقولك صغير في السن. لا زين انا. ها زين عمرك 17. 17 تعطونه يا بحب. انا زي ما ذكرت من اتم 17 سنه يعني مو يعني من يوم يدخل الانسان في 17 يعتبر نفسه انه خلاص استحق يعني لازم يكون متمم ال 17 سنه ويدخل واحد يوم في 18 سنه مواليد ال 90 الان بيصدر لهم تصريح قياده على اساس استحقوا 18 ولا السن 18 7 مواليد 89 الان يعطى بموجب بطاقه الاحوال طبعا رخصه قياده. يعني انتم ما سقتوا قبل كذا؟ لا ما سقت. صحيح؟ اي صحيح. ما انتم من جماعه اللي فحطوا؟ لا لا ما ولا انتم فحطين؟ ابد ان شاء الله. ها؟ ابد ان شاء الله. خاف تجدون التوحيط؟ لا لا في رخصه التوحيط بعيد. شكرا جزيلا. شكرا. في ملاحظات من الاخوان؟ في اي ملاحظات؟ في ملاحظات تفضل. عندي بس هذا في غسيل في الملابس. اسم الكريم نواف شجاع الحربي. هذه رخصه مغسله هذه غسيل ملابس وما ادري شلون جات. نظفتها 500 نشرتها في المغسل. 500 2011 فما ادري شلون الطريقه. في ملاحظه طال عمرك تفضل. في الحقيقه يعني هل هذا من الممكن انه مثلا يبحث عن 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 اصل الرخصه بهذا الشكل؟ ولذلك انا يعني نصيحه اخويه بوجهها للاخوان عموما لمن يحصل على رخصه قياده، الرخصه بالشكل هذه تسبب لنا بعض الاحراج لانه احيانا تكون البيانات غير واضحه. وطبعا مطالب انه في البدل التالف او بدل فاقد انه لابد من صوره من من صوره من سجلها من الارشيف المركزي. فانا يعني انصح الاخوان عموما اي شخص سواء خصوصي او عمومي يستصدر انه يحتفظ في ملفه الخاص بصوره من عندي صوره. عندك صوره؟ عندي صوره. أيوة. بس الصورة مختومة. أيوة. مختومة 500 ريال لأن إحنا باقي 4 سنوات فيها. عندي صورة مشكلة ما تدمت صورة من الإخوان في الشوارع لما أوريهم الصورة. طبعا رجعت الآن على أساس تحصل على رخصة. أيوة هاي صورة نفسها صورة طبق الأصل. صفة عامة بقول الموضوع هذا سواء أنت أحسنت سواء محتفظ بالصورة أو غير محتفظ. إنما أنا بوجه نصيحة عامة للإخوان إنه دائما نحن تجد مشاكل إنه ما يصور هذه الرخصة معه فهذه بتسبب إشكال طبعا بالنسبة لصور من سجلها. وهذه نصيحة ما تعتمد طالما هي صورة طبق الأصل ومختومة من وراء والخاتم وكل شيء إنما بس ما هي ملونة ترفض لما يقول له هذه الأصل رايح مع المويه ما يرفضه لما يقول هذا الأصل. هذه ما أعتقد أنها شكلها يعني مناسب أنك أنت تحملها على كأنها رخصة قيادة. أنا عارف يعني أنا عشان كذا جيت فما أدري إيش الإجراءات. لم باقي فيها 4 سنوات. باقي 4 سنوات. صورة من سجلها على طول من الناصرية وعلى طول تحول للصندوق ويعطى صورة بدل تالف يذكر عليها تدفع 100 ريال فقط. بدل تالف وصورة شمسية فقط مطلوبة. بس هو يبغى يسلم من 100 ريال. أنا بسلم بس من 500. لا ما في 500 طالما إنها سارة المفعول. بس 100 بسيطة. فيسموها بدل تالف فممكن تدفع 100 ريال فقط. هذا بيعطونك 100 ريال هذا أوكازيون يا كويس يا حلو. شكرا شكرا. تفضل 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 تفضل. الاسم الكريم. الاسم محمود بن سالم الشيباني. هلا هلا محمود. ها جاي تاخذ رخصة؟ لا والله طال عمرك جاي مع واحد راجع. ما عندك رخصة انت؟ لا الا معي رخصة. سوق؟ نعم. عمومي ولا خصوصي؟ عمومي. عمومي؟ نعم. مجددة؟ مجددة. متأكد؟ متأكد. وانت انا مين مجددة؟ لا بالله الا مجددة وموجودة. لكن انا عندي ملاحظة طال عمرك من شان التجديد والسيارات اللي يقول عليها نقل الاسماء هذه من شان البلدية والمرور. نحصل زحمه بالنسبه النسيم ناخذ باليومين وبثلاث ايام والسياره باقيه راكنه في نفس المعرض. فانا من رايي يعني او يعني لو كان المكاتب بعضها قريب من بعض على اساس ان الانسان ياخذ من يعني يكون مثلا واحد من المرور ياخذ للبلديه فيه دفتر ثاني وفيه يقص حق البلديه ومعروف البلديه في النسيم. البلديه في النسيم وفيه مكتب ثاني للمرور في بعد شوي عنها. فيصير زحمه عند البلديه
وناخذنا يعني يمكن 4 ساعات 6 ساعات وحنا نجلس هناك، وبعدين نروح للمرور وناخذنا 5 ساعات ويوعدونا بعد العصر ويوعدونا في الليل ويوعدون، فحنا يعني نشوف مشقة من الشيء هذا. فيكون ان المكتب يعني كله في جهة واحدة، في جهة واحدة، ويكون الموظفين يعني حول بعضهم. سلم مبلغك واستلم السند التجديد هذا، ينقلون سيارتك رخصتك اي شيء، ها؟ فيكون ان يعني اهون للمواطن واسرع له، لان انا جلسنا حوالي 3 ايام واحنا نراجع في مرور النسيم، وفيه حصل كلام وسب واشياء وحاجات هذه ما نرضاها. ها مقدم احمد. والله بالنسبه لبلديه النسيم فهي الحقيقه ما هي ذاك البعد اللي ادي الى مثلا التعطيل من الدرجه الاولى. افكر على اساس الزحام اصله، طال عمرك الزحام ما حد يمنع الزحام موجود في اي مكان، ولكن هذه على اساس بحثت انه تكون قريبه من نفس المرور على اساس المعارض. على اساس المعارض وكثره المعارض، ولا هي مشكله فرديه، مش يعني على اساس كثره المنطقه هذه كثره المراجع. في زحمه كثير. لا يمكن قال لك مقدم احمد يمكن لوجود المعارض الحين فيها السيارات طال عمرك اكثر من يوم جينا، يعني مثل واحد اللي بيشتري يسمع من الناس ان مع العلم ان اليوم مع الناس ها ان يسمع منهم اذا صار لنا السياره على بلديه النسيم ولا على النسيم ما يشترونها، يخلونها على شان لو فيها 2000 ريال ترى هذا أرخص. يعني لا يقولون ما نبغاه، يقولون زحمه، يقولون زحمه. عندك سيارات انت؟ ابد ما عندي الا سيارتين واحده بس. وعانيت من هالمشكله؟ وعانيت من المشكله، شريتها وجلست في المعرض 2 أو 3 أيام وانا ما اخذت قلب تسمع. طولت فيها؟ طولت وزحمه ولا تقدر تستخدمها وهي باسم؟ لا ما اقدر، ما اقدر، ما اقدر على جزواتها على المعارض وعلى يعني ملاحظات من المرور ولا يفكون السياره مره. والله هذه ملاحظة جيدة. على كل حال لا شك أننا إحنا منكم وإليكم. نعم. يعني كل الأجهزة وجدت لراحة المواطن والمقيم على أرض هذه، على الأرض الطيبة هذه. الواحد يجتهد بقدر المستطاع تسهيل الوضع الحالي. فإذا هناك أي ملاحظة من مواطن أو مقيم فطبعا يؤخذ بها وتدرس هذا. ملاحظة ثانية. تفضل. التبيس هذا اللي حق الحافلة هذا اللي مع الخط. النقل الجماعي. النقل الجماعي. إيه؟ مكتوب عليه متكرر للوقوف. ففي ناس ما تعرف يمكن تقرأ ويسببون مشاكل معه لأنهم يدف في نفس الخط ويحاول يسبه ويتضربه. إيه؟ ها؟ وهو يدف في نفس الخط، لا يدف لي في ماقف يعني على جنب، يقول ماقف مكرر، يعني لو يدف في نفس الخط وتصير الناس تمسك سنة وراه ما حد يتكلم عليه. في تصحيح بالنسبة للكلام الأخ، بالنسبة لموضوع متكرر الوقوف هذه ما يقف أصله النقل الجماعي إلا في محطة الوقوف، ومعروف هذه حتى إذا ما وجدت بالشكل الزجاجي الكبير اللي أدي لها في على الأقل زي لوحة يعني لوحة معدنية مثبتة ومكتوب عليها ورسمة هذا طبعا مخالف طبعا الشخص اللي يقف لهذا بهذا الشكل. خذ رقمه، خذ رقمه مكتوب متكرر يعني لا تزعجه. يقصد بكلمة متكرر ليس انه يقف حيث ما شاء في اي مكان يريد، لا متكرر الوقوف يعني على اساس انه ربما تكون المحطة يعني يمكن بعد 100 متر تجد محطة. التنبيه على الشيء هذا على اساس اللي ما يعرف المعنى هذا، انه اذا شاف انه موقف في نفس الخط وصار زحمة انه ياخذ رقمه ويقول خالف راس السياره هذه. الحين تاخذ ارقامهم؟ ما يحتاج. وتعلمهم؟ صار ان هذا وش اسمه المسؤول على المقدم احمد. المقدم احمد مسؤول يقول اخذ لي رقم اليسار، يوقف في نفس الخط ويقول ماني ماشي ويشيل الركام من وسط الخط، معناته اني باخذ رقمه واجيبه له على طول. على طول. شكرا. مرحبا. شكرا. الرساله. شكرا.
طيب في ملاحظه في سؤال تفضل. الاسم الكريم؟ عبد الله سعيد عبد الله البخيت. هلا عبد الله، وش عندك؟ في عندي الرخصه هذه الخصوصي قاطعه عام 99. ايوه ابغى استبدلها الحين بعمومي. هذه ما جددت؟ لا جددت يعني من فتره بس ما بان وقت انتهاء الفتره الاولى. تبغى تحولها الى عمومي؟ ابغى احولها الى عمومي، ما ادري ايش الشروط والضوابط. طبعا بالنسبه للاخوه السعوديين بالنسبة للرخص، من يرغب بالرخص العمومي فطبعا الشرط الأول أن يكون ماضي. إذا في نوعين من الدورات، نوع للمنتسب ونوع للمنتظم. المنتسب اللي هو مع من معاه رخصة قيادة خصوصي سعودية سابقة ماضي عليها أكثر من سنتين، من سنتين فما فوق، وفي الوقت نفسه أن يكون مستكمل للسن النظامي اللي هو أن يكون أتم 21 عام بالضبط. طبعا بيراجعنا بالرخصة تبعه على أساس يثبت إذا كان لي رغبة. المنتسب يدرس 10 أيام، والمنتظم يدرس طبعا 30 يوم لأنه ما ليس معه رخصة قيادة. بالنسبة للأخ المنتظم اللي معه رخصة قيادة زي وضعك الآن، فهذا يراجعنا بالرخصة مع صورة البطاقة الأحوال، ويجي على أساس نحوله للبصمات على أساس طبعا لابد من شهادة خلو سوابق بالنسبة لمن يحمل الرخصة العمومية. بعد ما يراجعنا من هناك مستوفي بالنسبة للاستمارة وبطاقة الأحوال معه والأوراق الثبوتية الأخرى هي 4 صور شمسية وفصيلة الدم معروفة، يحول طبعا لمدرسة تعليم القيادة ويسجل لمدة 10 يوم. يعني لا، بالنسبة للي مع رخصة قيادة خصوصي 10 أيام فقط. لازم 10 أيام هنا أو انتظار بس؟ لا 10 أيام يدرس انتظام، يعني من الفترة في الفترة الصباحية يأخذ دروس هنا في نفس المدرسة. نعم، لمدة بمعدل 33 ساعة اللي هي 3 أيام. خلاص عبد الله، خلاص. ليش بتحولها إلى عمومي؟ والله على أساس إنه يعني ممكن أستعمل سيارات أكبر، تعرف ما تسمع فيها سياقتها هذه. ملاحظة بسيطة أضيف الأخ، اسم الأخ الكريم عبد الله. عبد الله أخ عبد الله، الرخصة العمومي لما تحصل عليها من البداية يعني على أساس لها تدرج في عملية القيادة. أول شيء الرخصة العمومي لما تحصل عليها يحق لك بالنقل الخفيف فقط لمدة 2 سنين، وبعد كده تحول إلى 4 سنوات للمتوسط، ثم بعد ذلك النقل الثقيل. وبالنسبة لرخصة القيادة العمومي إذا كنت ترغب برخصة قيادة السيارة الأجرة لابد تكون مستكمل السن 35 عام. يعني حسب ما في اللي مثل في سني انه محدد لها سياقة سيارات خاصة. لا. كم عمرك عبد الله؟ مثلا 29 سنة. 29 ما يحق لك؟ يحق له للعمومي كخفيف، عمومي خفيف. خفيف. نعم. ايه. وش زي ايش الخفيف؟ الديانة، السيارات الديانة او السيارة الكبيرة الحجم. او الشاحنات. الشاحنات لا، الشاحنات طبعا لابد يكون ماضي على نقل خفيف، يعني زوانيت ما زوانيت وديانة الكبيرة الحجم، هذا على اساس نقل بضايع زي كذا زي كذا، او الاوتوبيس الصغير اللي هو 20 راكب الى 25. ولا ما يسمح لي في مثل سني اني اقود مثل السيارات الكبيره الشاحنات او لا؟ لا لا، يستحق بالنسبه للتثقيل طبعا، عمليه التثقيل وهي مرور السنوات المحدده 35 سنه. 35 بالنسبه للاجره لمن اكمل 85 يحق له الاجره. متى يحق لي يعني اني اقود السيارات الكبيره مثل الشاحنات؟ بعد ما تخلص من الخفيفه بمرور 2 سنين يحق لك بعد كده الى المتوسط، ثم 4 سنوات الى الثقيل. شكرا. في اسئله؟ في ملاحظات؟ في عندك سؤال؟ اهلا ومرحبا، اسم الكريم. خالد العريفي. ها خالد، ملاحظه. انت التصريح؟ هذا تصريح. اي تصريح. كم عمرك خالد؟ عمري 18 الحين. طالب؟ اي طالب. طيب وبدل برخصة ولازم اختبار، أنا مختبر بالتصريح. بالنسبة للأخوان اللي بيكون معهم تصريح قيادة طبعا زي ما ذكرت لك يكون أساسا سابق لي أنه يختبر، ما يحق له استبدال رخصة قيادة تصريح إلى رخصة قيادة إلا ما هناك يثبت أنه فعلا جاء راجعنا واختبر في المدة هذه اللي حصل فيها رخصة القيادة. بالنسبة للأخوان اللي جايبين تصاريح معاهم وصادرة طبعا من هذا، يحضر الملف اللي يثبت أنه فعلا اختبر ويحول الاختبار مباشرة. اختبرت خالد؟ أنا مختبري. ها؟ اختبرت. عجب شد خايف منها الآن؟ لا يقول لازم اختبار ثاني. ليش ما تختبر اختبار ثاني؟ خلاص اختبر واحد كيف؟ تخاف ترسب؟ خوف شوي. ها؟ شوي. لا ما دام انه الاختبار وما دام انك ماخذ تصريح الآن، ما عمره مسكوك يا خالد؟ لا ما. المرور؟ أبداً. ولا عمرك خالفت؟ أبداً. ولا زرت سجن المرور؟ أبداً. ولا قطعت إشارة؟ مرة؟ ولا فحط ولا شيء؟ صحيح؟ صحيح. أجل الله يستاهل يا مدام يقول يعني يعتبر سائق مثالي. يعني ها؟ سائق مثالي. سائق مثالي خالد. يعني هذا يؤكد لنا انه اذا اختبر ان شاء
الله حينجح باذن الله ان شاء الله. شكرا خالد. شكرا. هلا مرحبا. اسمك كريم؟ فهد مسعود. سريع. فهد. كاسل اختي ناجح منها اليوم في الاختبار. ها؟ كاسل اللي رخصه وناجح منها في الاختبار اليوم. خصوصي. ايوه. وخايف من المرور لو يمسكني يعني مثل بكره يجي ولا لان مواعيدها بكره الساعه. انت اول مره تقص رخصه؟ اول مره تقص رخصه. ما عمرك سقت قبل كذا؟ لا اسوق تقريبا 18 سنه بس ما قصيت الا ذا المره. بدون رخصه يا فهد تسوق 18 سنه؟ اي لا. ولا مسكوك المرور؟ لا تقريبا مره واحده اعتبر قطع اشاره ولا بقطع اشاره لكن عاد. واخذ منك غرامه؟ تقريبا 900 ريال كذا. 900 ريال دفعتها؟ اي نعم. وقعدت 18 سنه تسوق بدون رخصه؟ بدون رخصه. والله فاكك. والله فاكني في ذا البر. في البر؟ ايه انا في البلد. ما عدا خلفت مره واحده. مره واحده مسكنا المرور. ودفعت 900 ريال؟ نعم. بس وعندنا ملاحظه. ولا وقفوك؟ تقريبا 3 ايام حطونا في الغرفه الزانه. ايه في الغرفه. ايه في المرور. اي نعم. وهالحين بس عطوك الرخصه الحين؟ لا ما عدنا عليها بكره الساعه 10. عمومي ولا خصوصي؟ لا خصوصي. ما اخذت عمومي؟ ما اخذت عمومي. نستفسر اذا يعطينا تصريح لو يمسكنا المرور ياخذ بعد 900 ريال. الحين قاعدين فات 18 سنه بدون رخصه والحين يوم جيت تاخذ رخصه تبي تصريح؟ اذا الحين خفت شفت انا الدعوه صارت مسك 900 ريال. 900 ريال. والغرفه بعد الزياره. الغرفه وبعد خلنا نشوف يا حامد. والله طبعا هذه اشياء شخصيه ما لنا هناك فيها عليها اي تعليق لانه نظاما المفروض الشخص اللي هو يستحق السن النظام انه يراجع اقسام الرخص والحمد لله يعني بفضل الله الوسائل كلها متوفره الحمد لله وما هناك اي تعطيل وبيراجع في اسرع وقت يعني اعتقد انها اذا راجعت اليوم واستلمت الرخصه في اليوم الثاني ما اعتقد هناك في اي تعطيل للشخص اللي بيراجع في هذا الموضوع لانه الحصه المسائيه هذه وجدت على اساس ما هي الا تنشيط للمعلومات اللي موجوده عندنا. وطبعا دخلت دروس يا فهد؟ دخلت درس؟ اي دخلت دروس. اخذت دروس. كم قعدت عندهم؟ والله حدود 10 ايام كذا. ودروسهم زينه؟ انا زينه. استفدت منها؟ استفدنا منها الكثير. ولا تسواق من اول؟ لا استفدنا منها وتالي خلاص فاهم الواحد. من اول ما كنت تعرف بعض الاشارات مثلا؟ اول نجيها ملعده حمراء نحسب انها زرقاء. هالحين؟ لا الحين عرفنا الوقوف. وخلصت الحين استسلم الدراسه وهذا. شكرا لفهد وموفق ان شاء الله. مع السلامه. في سؤال؟ السلام. اهلا مرحبا. السلام. الاسم الكريم؟ عضو السيد عبد الله. ها عضو ايش عندك؟ بالنسبه للرخصه الدوليه القياده الدوليه كيف الحصول عليها وانا ما املك الا خصوصي. تبغى تسافر؟ ايوه. تبغى تسافر؟ ايه. انت مبتعث ولا رايح زياره؟ زياره. وين؟ لندن. تروح لندن؟ تمشي؟ ايه. ليش تروح لندن؟ ورا ما تروح خليك على الكاميرا. بالنسبه ورا ما تروح هنا وتروح ابها، تروح الباحه، تروح الطائف. بالنسبه اخوي يعمل هناك وتبي تزوره يعني. ايه. وتبغى رخصه دوليه. ايه. تبي تسوق حتى في لندن. ايه. هناك؟ ما يحتاج. تفضل. بالنسبه لرخصه القياده السعوديه طبعا احيانا لما يجوا يراجعونا ما يبدو رغبتهم انه يلغوها مثلا باللغتين. واحد يعني الا اذا كان هناك في اشياء فرديه انه يرغب الشخص هذا يحصل على مثلا ترجمه او في موجودين متوفرين من هو يقوم بالترجمه بس نتاكد من الاسم الثلاثي حسب جواز السفر. وهذه طبعا انا كنت برضه في امريكا وقد بالنسبه لرخصه القياده الخصوصيه السعوديه لمده عام حسب لما تكون باللغتين العربيه والانجليزيه مترجمه طبعا باللغه هذه ما على الاخ الا مثلا نقول ارغب بدل تالف مثلا كانها تعتبر تالف يعطى رخصة قيادة سعودية جديدة خصوصي على أن تدعم باللغة الأجنبية ويدفع 500 ريال. لا 100 ريال طالما أنها صارت المفروض يدفع 100 ريال. ها عوضة يعني بس ترجم ال بس فقط ترجمه لك هذه وتعتبر رخصة خلاص حسب جواز سفرك ويحق لك تقضيها لمدة عام. زين شكرا. يعني بالنسبة للرخص الدولية هنا في اللي هو نادي السيارات الكويتي في شارع الوزير طبعا بموجب الرخص الخصوصي هذه المترجمة ممكن يعمل لك انترناشونال بتدفع رسوم اظن 100 او 150 ريال وتاخذ رخصة دولية او تحتفظ بها هذه ممكن لمدة عام خارج المملكة. واذا كانت دولية عند واحد دولية يبغى يغيرها الى خصوصي؟ بالنسبة للدولية هنا لابد ان تستبدل الى خصوصي سعودية بالاختبار طبعا بعد ما نتأكد طبعا من حسن قيادتك للقيادة. شكرا. Good job.
عنه ليلتنا نساها أعزائي المشاهدين، ونحن الآن في مدرسة القيادة في دلة. سنلتقي مع عدد من الأخوان اللي الآن يمكن الكاميرا
راح توريكم حجم الإخوان اللي الآن يتلقون دروس ومحاضرات في فن القيادة قبل الحصول على رخص. وسنلتقي أيضا مع مدير مدرسة القيادة الأستاذ حسن أحمد بادريس، حياك الله، وكبير المعلمين الأستاذ فهد إبراهيم الزامل، حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم، وهذه فرصة طيبة الحقيقة. احنا في البداية حقي ودنا نشوف ملاحظات الأخوة الآن اللي بيأخذون التدريب ونشوف، تفضل. الاسم الكريم مصطفى محمود احمد زناتي، محافظه المنيا، جمهوريه مصر العربيه. ها مصطفى، بصراحه ولا تاخذ رخصه؟ انا اخذ رخصه. ما عندك رخصه قبل كذا؟ لا ما عنديش رخصه. في مصر ما كنتش؟ لا لا ما عندك عربيه؟ لا لا ما عنديش مصر. لا طيب ها. انا بصراحه جيت مدرسه هنا لقيت ان القاده اللي هم بيدربوا المدرسين بصراحه يعني كويسين جدا لا شك فيهم. واحنا خدت 5 ايام مكثفين اللي هي الفتره من 3 ل 9. بصراحه الواحد استفاد من الميكانيكا ما كنتش عارف عنها حاجه، واستفدت من القيادة واستفدت من الأشارات. طيب. بالنسبة للملاحظ هي ما نعتبرش يعني عيوب، هي نعتبر ملاحظ. ملاحظ ان احنا مثلا بنلاقي المجموعة اللي هنا 10 ايام مع بعضهم و5 ايام والقعدة. طبعا عشان خاطر انا مثلا اخد دوري بقعد فترة كبيرة جدا عشان اخد دوري، بيجيني مرة واحدة في الدورة بتاعتي 3 ساعات اللي قعدتهم. فطبعا لما يكون كل مجموعة مثلا لحالها ممكن انا استفاد مرة او اتنين في التدريب بتاعي. أنا شوف حسن، الأخ حسن. أي نعم. الحقيقة الأخ قد يكون أساء نوعا ما في التوضيح. الطلبة اللي هم بيجيدوا القيادة، الطلبة اللي هم بيجيدوا القيادة بياخدوا 10 أيام، من ضمنهم طلبة ظروفهم ما تسمح إنه هو يواصل 10 أيام. فمن منطلق الخدمة لهم من إدارة المدرسة فعملنا لهم برنامج مكثف، فيقول لك أني أنا أكثف 10 الأيام وأضغطها في 5 أيام بحيث أني أنا أجي من 3 إلى 9 في الليل، أو أجي من الساعة 7 صباحا إلى 1 في الليل. فبالتالي سواء هو أبو 5 أيام أو أبو 10 أيام بيدرس مع بعض. أما موضوع الإعادة، طلبة الإعادة بالذات اللي أنا أقصدهم أو اللي الأخ شرح عنهم، هم ما هم مع بعضهم، لأنه طالب الإعادة بيختلف عن طالب الدورة تماما. ليه؟ لأنه طالب الإعادة بيعيد مادة واحدة فقط لا غير، أما طالب الدورة هو بيعيد 3 المواد اللي هي الإشارات والميكانيكا والقيادة تقريبا مع بعض، فهذا بينفصل عنهم تماما. قد يكون أن الأخ ما بيلاحظ انفصالهم مع المجموعة اللي هم بيدرسوا معهم، علما أنهم هم منفصلين بسياراتهم وأيضا في الأماكن منفصلين. جميل. هذا اللي حبيت أوضح. شكرا. يا هلا. خلاص فهد، على بال ناخذ ملاحظة الأخ. وانت كبير معلمين الآن، كم المدة اللي بيستغرقها الواحد شخص جاي الآن ياخذ محاضرات أو ياخذ دروس في القيادة قبل ما يحصل على رخصة، كم المدة اللي بيستغرقها؟ فيه مدة طبعا اللي هي 10 أيام 3 ساعات كل يوم، وفيه مدة اللي 5 أيام 6 ساعات كل يوم تكون مضغوطة. بس وفي برضو المدة اللي الطلبة الغير سائقين بياخذون مدة شهر، بعدين يمتحن، بعدين يمتحن قبل المرور. وإذا رسب؟ إذا رسم يعيد ثاني مرة التدريب، ثاني مرة نحاول نصحح أخطاءه اللي أخطأ فيها. بنفس المدة؟ بنفس، لا بأقل من المدة. أقل من المدة. نقول أبو 10 أيام هذا بياخذ 5 أيام نص المدة، أبو شهر ياخذ 15 يوم نص المدة. يعيد المادة. يعيد المادة اللي رسب فيها نفسها. الاسم الكريم؟ الاسم حسن أحمد محمد سعيد من السودان. سوداني؟ سوداني. عندك رخصة؟ لا والله ما عندي رخصة، وبعدين شغال يعني في محل حصة. طيب أوكي، وتسوق الآن بدون رخصة؟ والله يعني الواحد ما بسوق بدون رخصة، فجيت للمدرسة هنا. لا يعني أنت أول ما مسكت سيارة؟ والله سكت سيارة كثير يعني. بدون رخصة؟ بدون رخصة. هنا؟ لا خارج المملكة يعني في السودان. ولما جيت هنا؟ لا لما جيت هنا ما سكته. ما سكته؟ ما سكته خوفا من مخالفة أوامر المرور. متأكد ولا مسكوك مرة كذا؟ لا ما مسكوني ولا حصل سكته. بالنسيان كذا؟ ولا بالنسيان. مرة؟ مرة. لأنه لكن برا تسوق؟ خارج المملكة سكته. بدون رخصة؟ بدون رخصة. هنا تدري كم المخالفة؟ 900 ريال طبعا. 900 ريال. أيوة. مستعد تتفعل ومسكوك؟ إذا كان مسكوني يبقى أنا غلطان. والحين جاي تأخذ دروس هنا؟ الحين جيت هنا لكي أتعلم القيادة وكذا. استفدت؟ الحمد لله كويس جدا جدا، ولكن هنالك ملاحظة بالنسبة لصالة المحاضرات، فالواحد بيكون مكتوم كده وما متواجد تهوية جيدة، لأنه الواحد بيتلمع على عدة جنسيات خوفا من الأمراض وغير ذلك، بيكون في التهوية يعني تبغى تهوية التهوية يعني ريكومنديشن.
الأسنان وكنت داخل المحاضرة الواحد بيكون جسمه بتلبي العرق يعني. أنا حسن أنا أشوف راسين عليكم. لا ممتاز جدا بالعكس هذا شيء مما يسعدني أنا. الحقيقة نحن واقفين أمام صالة المحاضرة الآن. صالة المحاضرة فيها أربع شبابيك معها أربع مكيفات تقريبا الطول فيها ستة متر خمسة متر في عشرة. فما أعتقد عملية التهوية علما أن الطلبة اللي بيجلسوا فيها ما يتجاوز حوالي 50 نفر. بس مكيفة؟ الآن قدامنا على الطبيعة مكيفة يا حسن. بالحقيقة يعني التكييف بالذات يعني على لاين معين أو يعني ما كافي لأنه تهوية من الناحية اللاين الثاني ما فيها يعني. يعني الواحد لما يكون جالس يا ولك يا حسن مش حيعطونك رخصة الحين. لا العفو العفو بالمناسبة الحين حيرسبوك يا حسن. أنا بقول يعني ملاحظة جيدة جدا. أقول ملاحظة جيدة جدا وأنا أشكر الأخ وأشكر بعض الأخوان لو عندهم ملاحظات زي كده يقولوا لي بها وأنا مستعد إني أضاعف التكييف إذا كان الآن. نعم الآن إذا كان فعلا ثبت الكلام هذا صحيح وأن الغرفة غير كافية للتهوية. خلاص شكرا وبشكر سعادة مدير. الله يعينك الحين ما أدري تنجح ولا لا. ما في عوجة لأنه في الحقيقة يعني مجال مهنتي بخلينا نتكلم في النقطة دي بالذات يعني. خلاص طيب الله يبارك فيك. يلا شكرا. أنا أشكر برنامج التلفزيون على أتاحت لي الفرصة. أعزائي المشاهدين نحن الآن أمام يمكن الزميل المصور يعطيني المدرج. هذه القاعة ليست قاعة محاضرات في الواقع يمكن قد تلفت انتباهكم هذا المدرج وهذا الحشد الكبير من الناس من الأخوة السعوديين ومن مختلف الجنسيات العربية والصديقة. هذه القاعة في الواقع هي التي يتسلم أصحابها المنتظرون رخصهم بعد انتهائها. فهم الآن جايين يستلمون الرخص وراح نستمع ملاحظات الأخوان ومعنا النقيب ظافر محمد الملفي رئيس قسم الرخص أيضا في قسم مرور دلة راح يتحدث عنا بشكل سريع يتحدث معنا بشكل سريع عن الرخص وكيف الآن هذا الانتظار الكبير والحشد الكبير من الناس وعدد الرخص اليومية اللي بتسلم. تفضل يا نقيب ظافر. والله بالنسبة لعدد الرخص اللي تتسلم يوميا بين 350 إلى 400 رخصة خصوصي وعمومي طبعا. أيوة. الجنسيات طبعا من جنسيات سعوديين ووافدين من جميع الأجناس. الرخصة طبعا يسلم عندنا الملف الصباح الساعة تقريبا 7 حسب ما يصل ونحاول قدر الإمكان أن ننهي عمل كل يوم بيوم بحيث أن نسلمهم في نهاية الدوام رخصهم كلها جميعا. فعندنا فترتين لتسليم الرخص الفترة الأولى الساعة 10 في الميدان الثاني والساعة 1 في الميدان في القاعة هذه. القاعة هذه. أي نعم. هذه قاعة محاضرات إن شاء الله. طيب نقيب ظافر ودي إنك تسمح لي نأخذ ملاحظات من الأخوان يمكن لديهم بعض الملاحظات. مسك بالخير. الله يمسك بالخير والعافية. اسم الكريم. فرح بن مهدي العصيمي. هلا مفرح. حياك الله. ما شاء الله أنا أشوف الشعر أبيض كبير في السن. كم العمر؟ والله العمر حوالي 30. 30 سنة؟ أي بس غمتني الشيب شوي. غمتك الشيب؟ إي. ولا 30؟ لا صغير. 35 أجل زوج خالص. متزوج بعد ولا ما أنت متزوج؟ أنا متزوج أبشر. واحدة ولا ثنتين؟ لا ما غير وحيدة. وحيدة. أبد. و30 سنة. 35 ما شاء الله. غمتك الشيب من بدري. أيوة من بدري. أخذت رخصة؟ والله أخذت رخصة لي حوالي 27 سنة وأنا سواق. ومن 27 سنة عندك رخصة ولا أينا. كنت تسوق بدون رخصة؟ أي نعم لا والله لا سوق برخصة من يوم أني بديت. عمومي ولا خصوصي؟ لا بالعمومي. وش جيت اليوم عشان إيش؟ علشان أجددها. وجددتها؟ الله جددتها ودخلوني من الجهة الغربية وجيت على أساس أني أستلمها وصرت مع هالمجموعة. أيه. والله ما أدري عادة التسليم معهم ولا ما غير. وشلون الشوف؟ الشوف تمام زين. الله ما تلبس بالمناظر؟ لا والله بس في القراية. في القراية؟ أي لما في السواقة تشوفك زين. لا شوف إن شاء الله زين. نجحت في الشوف؟ عندي بعد نظر شوي. نجحت لك في الشوف؟ نجحت إن شاء الله في الشوف. مدام 30 سنة توك. أي 30 سنة الشوف زين. زين ما عليه بشرك ممتاز. وخلصت الرخصه ولا ما؟ لا مخلصها الظاهر انها منتهيه. طولت تاخذها؟ والله اليومين وانا راجع فيها. تراجع فيها؟ اي. وش عندك ملاحظات؟ والله ما عندي ملاحظات. المجموعه وش اسمها بالنسبه لاخواننا العاملين في هذا المحل هم ما عندهم الحمد لله خلاف بجميع شيء الحمد لله كل شيء زين. المراجعين مره كلنا ياخذ حقه بس عندهم اللي هو الجهة الغربية هذه احنا ذونا فيها بها المكيفات
وش فيها؟ فيها مكيفات مسلطينها علينا واحنا ذاتنا حد رهشنكم، والله اني اخذت لي حوالي نص ساعه فيها وكانها عندي خمس ساعات. براد؟ لا والله الحر. حر؟ اي نعم الموت. الموت. حارة. ودك انهم يحطونا له في الشمس ولا يحطونا في هالفيه. بس هذا اللي عندي. اجل ما جاك النوم. هم غير بيض وجيههم في كل عملهم. ما جاك النوم؟ والله. لا والله ما جاني النوم الا جاني الشمس. يعني تبي تقول الظافر الان ان المكيفات لازم يهتم. والله انا اقول الظافر سووا خير واعملوا للمسلمين محل لو برا على الشمس ولا هالمكيفات اللي تحلذهم تحت عشنكم. مو معطينك الرخصة. لا الرخصة بهدي الله يعطيك. شكيت يوم الحين. ها ظافر. والله في الواقع احنا عملنا كحل جزئي لها، وضعنا تحت صاجات بحيث ترفع الهواء للخارج كحل مؤقت حتى ما نغير المكيفات الى مكيفات اخرى غير حقة الشباك دي، وان شاء الله قريب يتغير هذا الوضع. خلاص المرة الثانية ان شاء الله اذا جيت تجدد الرخصة ولا في المكيفة زين ولا يصير عمرك كم ذيك السنة؟ 35. لا هك الحين بيصير 50. اي نعم. لكن الحين 30. شكرا. حياك الله. شكرا. تفضل. تفضل. ها الاسم الكريم. عمر الشيخ. تعال يا عمر هنا خليك معنا هنا. عندك شيء؟ والله الحقيقة عندي رخصة جددتها جد عشان التجديد. بس ما أعرف هل حظي أنا سيء شوية في المسألة ولا كيف. لأنه مشيت أكثر من 3-4 مرات. يعني أرجع يقولوا لي ناقص صورة جواز. رجعت جبتها اليوم الثاني، اسمي في الجغلط في الكمبيوتر، رجعوني الجوازات ثاني صلحتها. يوم الأربعاء انتظرت الليلة 3 يوم سايق بدون رخصة. سوق بدون رخصة؟ وإيش أعمل؟ والله كويس الحين بيمسكونك الآن. ها عشان أصلهم كيف أصل؟ إيه وتسوق بدون رخصة؟ سوق بدون رخصة عندهم إذا مسكوني يجوا يشوفوا نفسهم. ما عمره مسكوك في المخالفة؟ لا ما مسكوني أبداً. الحمد لله أبداً. أنت ما تعلمت السواقة إلا لما جيت هنا المملكة؟ لا أنا أسوق من قبل مي أجي. وبدون رخصة؟ لا برا تسوق بدون رخصة. عندي رخصة وجيت هنا أدوني بدلها رخصة. طيب الآن تقول ما عندك؟ لا جدد الآن. أنا جدد. إيه رخصتي لها 5 يوم الآن. منتهية وفي التجديد. طيب فالآن هنا في التجديد ما أعرف اليوم استلم ولا ما استلم كمان. والله في الحقيقة هو بعض الأخوة الوافدين الخاصة اللي يجوننا من الجوازات يكون عندهم نقص في البيانات المسجلة في الجهاز، لذلك نضطر أن نعيده ثاني مرة، يمكن يعود مرة وثنتين وثلاث على أساس يصحح المعلومات، يروح للجوازات ويكتب له تم التعديل لكنه يرجع. أما أنه تم التعديل بطريقة خاطئة أو أن هناك الخطأ مستمر ما تغير، فهذا هو السبب اللي يخلي بعض الأخوة الوافدين يتكرروا على القسم أكثر من مرة وثنتين وثلاث. طيب وهذا في الحالة دي ما يعطى مثلا ترخيص مؤقت إلى حين أنه رخصته مثلا تحت الإجراء الآن؟ أو بالنسبة للي رخصته معاه نسلم الرخصة حقته، إذا طلبنا قال أبغى الرخصة حقتي نعطيه الرخصة القديمة ونعطيه ما يثبت أن الرخصة في التجديد مع رخصته، لكن كوننا نعطيه بعض الزملاء أو بعض الناس يجوا يطلبوا شيء يثبت أن رخصته عندنا، وهذا ما تنفع. الكلام هذا أن يعطيه رخصة ما تنفع في الشارع، إذا مسك أحد ما يصدق الكلام، فلذلك لابد تكون مع الرخصة. فإذا كانت الرخصة منتهية وإجراءاتها متأخرة عندنا نعطيه الرخصة حقته ونعطيه ما يثبت أن إجراءاتها تحت الإجراء عندنا. كويس؟ كويس. تفضل. الاسم الكريم. فرج احمد حفني، مستشفى الملك فيصل التخصص. يا هلا فرج. ايش تشتغل في المستشفى؟ مساعد رئيس المطابخ. مساعد رئيس المطابخ. ايوه. حتغدينا الان ان شاء الله؟ بس ناخذ الرخص. الاخوان دول كلهم يبغون غدا. كله ان شاء الله ياكل بس ناخذ. ها وش تبي غدينا؟ والله ان شاء الله يبي اقول ما يخالف. الغدا عندك اليوم. كلنا اليوم. ايش عندك؟ هو الحقيقه احنا لما جينا نقدم على الرخصه الاجراءات كلها كانت متيسره، يعني بنقدم وبناخد الكورس وتاني يوم بنمتحن الصبح. انت اخذتك اي واحد بيقدم حتى لو انا معايا رخصه مثلا 22 سنه بسوق. فلازم لما اجي هنا النظام لازم اقدم رخصتي القديمه بتاع بلدي وانا اخش اخد الكورس. ايوه. الكورس مدته 3 ساعات، كورس مكثف، ميكانيكا واشارات وكل حاجه. وبعدين ثاني يوم الصبح نمتحن، وبعدين اللي بينجح في الامتحان بياخد ملفه ويجيبه، اللي بيسلمه قبل الساعه 8 بيستلم رخصته الساعه 10. أيوه. اللي بيسلمه بعد كده بيستلم رخصته بعد الصلاه. طيب وش اللي عندك الملاحظه؟ المشكله ان انا انتهيت من الاجراءات كلها وجيت اسلم الملف انتظرت هنا في القاعة عشان استلم الرخصة، سلموني الملف قالوا لي اسمي غلط. ازاي يا اخوانا؟ انا اسمي فرج احمد حفني سالم. طيب قال لي لا، لقيت الاسم مكتوب فرج سالم احمد حفني. قلت ماشي،
رحت على جوازات الرياض. صباح الخير يا اخوانا، الاسم ده غلط، وادي الاقامه بتاعتي، وادي صوره من الجواز مختومه من المستشفى، واسمي فرج احمد حفني سالم. شرحتها لهم، قلت لهم فرج اسم، واحمد اب، وحنفي جد، وسالم العيله. قال لي زين زي ما يخالف، تم التعديل وراح ماضي دب. وخدت بعضي وجيت هنا سياده المقدم سياده النقيب ظافر، عمل التشيك بتاعه، لقى الاسم زي ما هو غلط. فقلت له طب العمل؟ قال لي ابعتك ليوم تاني. راح بعت دي المره التانيه، راح بعتني ليوم تاني ارجو التصحيح، على قلنا الاسم فرج احمد حنفي سالم. رحت له يا عم انت بعتني مرتين دلوقتي وثالث مره، حرام عليك يعني، خلصنا. فراح كتبها لي، قلت له مختموا الورقه ولازم اخدها مختومه واسلمها للمرور. وجيت الحقيقه سلمتها لسياده النقيب وتعشى من ناخد الرخصه. فالصبر مفتاح الفرج يا فرج. كده انا مستعد اقعد تاني، مفيش مشكله. الحقيقه هو راح زي ما ذكر عده مرات للجوازات لتصحيح الاسم، وفي الاخير انا وجهت قلت له اطلب منهم يعطوك خطاب او ورقه تثبت ان الاسم تصحح وانت موجود هناك. بالفعل طلعوا له في الاخير الورقه اللي من الكمبيوتر مطبوعه بان اسمه تصحح تمام، وان شاء الله بعد لحظات او قد يجوز تكون رخصته موجوده مع خلاص يا فرج. ان شاء الله فرجت يا فرج. فرجت يا فرج. الف شكر، متشكرين جدا. الف شكر. تفضل تفضل. الاسم الكريم، هلا مساك الله بالخير. حسين جابر بشري. حسين ايش عندك؟ والله طال عمرك ابد مشكلتي هانت بالنسبه لمشاكل الشباب اللي مروا. ايه؟ ابد يعني مسكنا سره يعني عند الصندوق. ايه؟ عندما مسكنا سره ووصلنا الشباك السره جالس يمكن ساعه قبل انفار واجد. وعندما وصلت قال لي لازم تسدد الصندوق تسديد بغرامه. انا مطوف شهر يمكن، انا ما ادري ان فيك تسديد غرامه. مطوف في شهر على انتهاء الرخصه. نعم. ايوه، لان تخبر كانت امتحانات وكذا طالب. نعم. أيوة. طالب في المعهد الصحي، وعندما انتهت الامتحانات حبل واحد يجدد يستغل الاجازه هذه. يوم وصلت عند الشباك قال لي امسك سيره من جديد. قلت يا ابن الحلال انا توني جايك، بس انت ارسلتني على هذا الصندوق اسدد غرامه. قال لي لا لازم تمسك من جديد. قلنا الله يعين. وهذه المشكله بس بسيطه يعني بالنسبه لك. تعتقد انه الاجراءات يجب انها تخفف حتى لا يكون فيه مثلا طوابير طويله قدام؟ لا الشباب. اعتقد يعني لو يحطون شخص معين يفتح الملفات او يكشف عليها يشوفها من الاساس، الناقص. يشوف الشخص يوجهه الى مكان معين احسن، انه ما يروح يضيع يومه ويضيع وقت الموظف بدون جدوى او حاجه. طيب حسين، دفعت غرامه الان على التاخير كم؟ 100 ريال. 100 ريال. والتجديد؟ والتجديد 500. 500 يعني دفعت 600 ريال. ما تسامح عنك في هالمية دي. والله ودنا، لكن هذا شيء علينا عليهم غصب. يضحك عليك من فيه. والله يضحك على راحته. ها انت مثل انت؟ لا والله انا مدلين شويه. ما 450 اخذوا علي، والله ما اخذوا عليك 500. طيب يا بالنسبه للتجديد، طبعا لما تطوف الرخصه عن 15 يوم عليها غرامه على التاخير 100 ريال. يعني الانسان قد يجوز يكون عنده ظرف معين ينحل خلال ال 15 يوم، نص شهر يعني كافيه، مده كافيه للانسان يفكر في رخصته يشوفها منتهيه. ممكن لو جانا قبل نهايتها باسبوع ما عندنا مانع نجدد له، ما في مشكله، بس المهم انه يكون عنده يلاحظ رخصته، لان بعض الناس يجينا بعشر سنوات و15 يوم يعني مشكله. طيب اللي طوف شهر او اللي طوف سنه او سنتين نفس الغرامه؟ لا، من 15 الى سنه 100 ريال. ايوه. ومن سنه و15 يوم الى سنتين 200 ريال. ايوه. وهل لما جرى انت ماشي حتى حتى؟ نعم. انت ابو 100 انت يا حسين؟ ها يعني انت من جماعه ال 100 ريال؟ اي نعم. ما هو يقول لك اذا تعديت اسبوعين 100 ريال. طيب معنى هذا انه يعني هذا اللي حصل من حسين فعلا كان خطا. هو كان خطأ منه انه تاخر ما جدد رخصته، يعني لو جاء قبل النهايه باسبوع او ثلاث ايام او على النهايه او بعدها باسبوعين جدد. طيب لو ناخذ عمليه انه موظف يشوف الملف ويشوف وش النواقص او وش الغلط؟ بس انا طالب امتحانات عندي وكذا ما اقدر اجي، يعني انا شهرين
يمكن جالس في البيت ما أقدر أطلع قاعد أنا ذاك. بشر عسى نجحت إن شاء الله الحمد لله. طلعت النتيجة. نعم. نعم. مبروك خلصت يعني مرة. والله إحنا ما انتبهنا النجاح هذا يستاهل إنهم يتجاوزون عن هالغلط. نعم نعم أنا لو إني ما نجحت إيه؟ الله لا يقدر كان المية ذي ما أعطيهم صدقني. بس ما دام نجحت مع فرحة النجاح. نعم الحمد لله. طيب الموظف اللي قال اللي اقترح الأخ حسين بالنسبة للتدقيق الملف في الصندوق هو لما يوصل الملف منتهي من المدرسة وناجح من اللجنة يقدم أوراق الصندوق لابد يأخذ الغرامة في الشباك الغرامات على أساس نوفر مكان أكثر للي عنده غرامة يسدد من جهة واللي يسدد الرسم الرئيسي يسدد من جهة فلما الوصل وجد عنده غرامة قال تحول للشباك الثاني لكن معناته أنه يرجع من آخر السنة هذا ما نقبله قد يجوز غلطة الموظف لو جالي أغير الوضع هذا وما شكرا يا حسين نتمنى لك التوفيق شكرا لك الظافر والحقيقة ودنا الآن أنكم توزعون الرخص ولعل إن شاء الله أبو 30 سنة رخصته معه والله ما أدري ما شفت والله ما شفت رخصتي الظاهر كله مخصوصي كلها خصوصي ذي هذه كلها خصوصي والله كلها خصوصي ذي أنت عمومي أي دفتر دفتر خرج زبيلها عن 10 رخص عن 10 رخص أي صحيح عن 10 رخص من خصوصي أي عن 10 رخص من خصوصي يزعلون عليك الحين هذول هذول كلهم رخص خصوصي لأن احنا تعبانين مختبرين في الأصياخ يوم الأصياخ و57 وهذول هذول مختبرين في سيارات درج سرعتها هواء وشيات سيارات خفيفة ايه ولا احنا اللي جانا التعب ايه تقتنعون ان العموم ولا احسن ولا واري ما في ويا ايام الواري ما حتى تعرف الدرج سون غير بنز ايه اللي في السواق لين يدوخ راس يعني العمومي عن 5 من ذي عن 10 عن 10 نعم اي الدفتر عن 10 الدفتر اي نعم عن 10 شكرا جزيلا
شكرا لكم نصرة هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.